انا لهلا لسه معجب بهالشعرات الحلوين. وجيني للوش واو 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 واو. لهلا لسه الغره حلوه وما طولوا الشعرات ما انتزعوا. كنتي بشو صفناني بشو صفناني شو 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 هاد؟ اعطينا اعطينا شوي حسون اعطينا اعطينا شو هاي اللعبه شو هاي اللعبه هاي اللي بدك ياصلك ساعه صفني فيها. واو واو. لينا لينا للوش بدك هاللعبه ليلي ليلي يس بدك هاللعبه ليلي يس ليه بدك هاللعبة؟ يس سمعتي يا ليس؟ سمعت ليس صارت حتى بتقول ايه كمان يعني بتقولها بالانجليزي وبتقولها بالعربي كمان وبس كلمة لا بتقولها بالهولندي بتقولها ني ما بعرف يعني شو بدك؟ بدك لهاية تفضلي. طب وانت شو مشان الستايل الجديد اللي كتير حلو اليوم؟ واو يعني كتير حلو الستايل. شحاطي اللي طلعت هنيك معرفة بس انت شحاطي طيب ممكن انت عفرة بس انت شحاطي انا اول شيء اغلب الفيديوهات فيها شحاطك هيك بالباكري بلا انا ما كنت مكتشف الاكتشاف بس يعني خلاص ما عاد لازم اشتري شحاطة جديدة لانه داخل ام منا اكيد. المهم شو الستايل الجديد الحلو هاد؟ انا حبيت هلا انا طلبت من شي ان هيك ستايل جديد طلبت كتير شغلات كلهم ستايل واحد فأنا حابة أفرجيكم إياهم كلياتهم. طب جيبيني على السريع بس نشوفهم بسرعة ما كتير نطول. عندي كتير شغلات بالفيديو أنا في مفاجأة محضر لك إياها اليوم بفيديو هاد لهيك فبدك تفرجينا الأواعي على السريع كتير كتير وأنا لأنه مستعجل فبدي يطلع أنا ليا كمان. إيه لازم تطلع أنتو ما هي مفاجأة إذا ما بتطلع ما بتبطل مفاجأة. بس أنا ضبطت مواعيدي وشغلاتي على هذا الأساس فلازم أطلع. مواعيدك وشركاتك. طب يلا كتير كتير جيبيني الأواعي. يا سلام لك صحيح انت نازله من على الدرج هن ناشفوا الدرج شو عملنا فيه نحن شلون صار جديد واو لا على قناتك بس ايه على قناتك فانا لازم نروح على قناتك شوفوا الفيديو اللي نزل شو عملتي تغييرات شلون عدلتي الدرج في اكثر من شغله مو بس في شغلات كمان غيرتيها بالمطبخ كمان كثير حلوه. طيب هلا جبتي معك الكيس انا شايف مفتوح الكيس انا غشيت شوي صغيره بس لانه كنت كثير متحمسه البس هاي اللبسه اليوم بهذا المشوار فبس فتحت الاول يعني انا بس على فكره بس على فكره بدك قوي يعني انا بس بدي اكوي طول بالك الجاكيت والكنزه والبنطلون كلياتهم من هي الطلبيه. يا سلام بس السالفه انا كثير حبيته. طيب يلا فرجينا الباقي على السريع. هلا مع هي الكنزه بيجي معها كمان كنزه ثانيه السوداء هن بيكونوا هيك بس انا نقيت الزرقاء لحتى البسها مع هذا. وهي واو هاد جاكيت طويل شوي زهري مثل هذا بس على اطول رسمي كمان ثاني حجرب واو يا سلام كثير حبيت. هلا انا غيرت الزرقاء ولبست بيضاء لانه كمان بيجي معها كانك جايبه كل الالوان منها الكنزه عمري تحتانيه ايه لانه يعني هدول الجاكيت بدهم هيك كنزه ساده هيك فما عندي قلت لحالي بجيب كمان هيك الالوان جبتي بيضاء وبيج وسوداء وزرقاء يا سلام بس كثير كثير حلو. شو عم تسوي؟ شوفوا لي هالقعدة شوفوا لي هالقعدة شعلت التلفزيون وقعدة شو ها؟ شو هالقعدة الرائقة هاي؟ جيب لك قهوة بابا؟ سوي لك فنجان قهوة؟ بدي احط لها افلام كرتون احط لك افلام كرتون ايه حاضر انا اسف بدك افلام كرتون؟ للياس ايه حاضر يلا خير واو. هذا انا جبته لانه بكره بالصيف هيك كثير خفيف بيجي جاكيت هيك بالبصر كمان جاكيت عامل لك ابدا ستريتو عامل بكره ستريتو طلعت بتكب زباله بالكعب العالي ايه طبعا انا صرت هلا بدي اطبخ كمان بطبخ هيك كمان وانا يعني حتصير كمان تعمل تشيز كيك من اليوم رايح؟ لي لا انا مو شريره لهالدرجه الله يسترنا انا اللي لازم خاف اذا عملتي لنا تشيز كيك انت لاحظت انه قلت لك لهالدرجه فانا يعني ما شريره شوي مو لهالدرجه فانتوا اكتبوا لنا بالتعليقات اكتبوا لي الله يعيني يعني قديش يعني شريره قديش الدرجه اللي بتوقعوها يلا المهم خليني اقيس هذا اول شيء شايف شلون هيك صيفي شوي كثير كثير حلو عن جد كثير كثير اكابري هذا كثير كثير حبيته هذا بس مع بنطلون هيك ضيق شوي مو هذا بتعرف شو حبيت فيهم كمان؟ انه طوال يعني حتى خرج محجبات يعني هي شغله كثير حلوه طيب انا كلياتهم هيك جبتهم هيك يا سلام يا سلام هلا انا بتعرف شو متحمسه في في جاكيت انا طلبته وانا متحمسه لحتى اقيسه فاستنى لحتى ادور عليه فرجيني اخر قطعه يا رح اخر قطعه والباقي رح فرجيني على الانستغرام ماشي؟ ايه كمان فكره حلوه روحوا على الانستغرام عندي حفرجيكم القطع كلياتها لانه كثير كثير حلوه على فكره ورح احط لكم كمان هون كود الخصم بيطلع على الشاشه بصير عندكم 15% خصم على كل شيء بتشتروه وكمان حاحط لكم اياه كمان على الانستغرام واذا اشتريتوا شيء قطعه مثل القطعه اللي عم تلبسها يارا كمان اكتبوا لها وابعثوا لي اياهم لا صوروا لي اياهم وابعثوا لي اياهم تحمست الفكره شو هاتي شكرا شكرا بابا ترجع تاخذيها خي خي ليه واحد اثنين ثلاثة اوبا ايه هي يارا وين كنا؟ ده
ما لقيتي لسه جاكيت؟ ما لقيتي جاكيت؟ فوق الجاكيت. فوق الجاكيت؟ طب طلعي اسرع جيبي. طلعت جبت هذا الجاكيت من فوق لانه انا وقت اللي فتحت الكيس تحمست وطلعتهم كلهم هيك يعني. حاسس لانه اكيد مو هدول هن كل الاغراض، اكيد لسه في كمان. في كمان. شايف هذا الجاكيت؟ انا كنت كثير متحمسه لحتى اجربه. واو يا سلام يا سلام. عمري بما انك انت محاميه وشاري كل هدول الاواعي هيك، فانا عم فكر اجيب لك مكتب. تروح تسوي تعليم مكتب. يو لا جد هذا حلو كثير 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 كثير. انا كثير عجبني هذا الجاكيت، لهيك انا كنت متحمسه له كثير كثير كثير. فانتوا كمان اكتبوا لي بالتعليقات قديش حبيتوا هذا الجاكيت من 10. على فكره يعني الحلو فيكي انه انت كل اواعي شريتيهم طلعتي طقم مع اللوحات اللي ورا. هلا هذا طلع معك، طلعت معك يعني فيني اخذك هلا هيك واحطك واصمدك هون بالبيت، عم تصير صمديه بالبيت. على فكره انت لابس نفس اللون يعني. اوه شوفي، مع انه ما كنت لابس جاكيت هلا، بس هلا لبسته على فكره بردت شوي، فانا لبست جاكيت. يعني صرنا طقم مع البيت. العمى اي والله صرنا هيك طقم. المهم عمري هلا بما انه خلصتي خلص نزلنا باي على الانستغرام، واحملي حالك انت وللوش اللي عم تركض بالبيت وماسكت لي مفاتيح البيت. ليش ماسكين مفاتيح السياره؟ بدك تضيعيهم؟ شو عم تلعب لي بايدي؟ شو هاتي 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 ليا رجعت على البيت. يلا خذوا حالكم وروحوا باي. يلا روحوا باي. روحوا باي. يلا امشي نروح باي. امشي باي. بس انا بدي غير اواعيي، بس مو هيك. يلا عم بغير اواعيك وروحوا باي انت وليا، لان انا حاسس انه عندنا كثير شغلات نسويها هون اليوم بالبيت. بما انه يارا وليا طلعوا برات البيت، فهلا وصلنا للحظة الحاسمة بالفيديو تبع اليوم. حسون؟ ايه؟ جاهز تتغير شكلك 180 درجة؟ اها. يعني بدنا نقص هدول الشعرات كلياتهم حيروحوا، أنت جاهز لهذا الموضوع؟ أنا جاهز ايه. يعني بدك تقصهم؟ يعني لا، بس يعني لازم أظن. ايه خلص، كلياتهم عم يقولوا إنه قصوا له شعرات لحسون، قصوا له شعرات لحسون بس يصيروا أحلى. شو؟ موافق؟ يعني انا ما عرفت بدي اقصهم، بس يعني لكم يا جماعه. واو معناتها لازم يحطوا لك تلايكات تحت هذا الفيديو لانه انت قصيت شعراتك خصوصي مشانهم صح؟ اها. يا سلام. طيب يلا قمنا نجهز العده تبع الحلقه ونبلش قبل ما يرجعوا ماما وليا. ايه يلا. بس عندي سؤال قبل. يا حزرك يا حزرك، ليا حتعرفك بعد ما تقص شعراتك ولا ما حتعرفك؟ يعني طبعا اظن ايه. بس شكلك كثير حيتغير. يعني ايه يعني مو كثير، بس الشعر يعني بلد غير شعرك وحتغير لبسك وحيطلع كلياتك اليوم كثير كثير حلو. يا جماعه خليكم لاخر الفيديو لانه حتى انا صار عندي فضول اذا ليا حتعرف اخوها ولا ما حتعرفه بعد ما حيقص شعراته ويغير موديله كلياته. فخليكم لاخر الفيديو ونحن حنقوم هلا جاهز، حنقوم نبلش بالقص. جاهز؟ جاهز. حسونا هلا وصلنا لوقت الجد، حنقص. شو جاهز؟ لك لا لا ما بدي، انا ما طولت لنا ولا شيء يا بابا. صار زمان عم طولوا. اي معلش بس بابا يلا، يعني القصة كمان بيطلعوا كثير حلوين. مو بيطلعوا كثير حلوين، هلا بيكتبوا لك انهم بالتعليقات قديش حيطلعوا شعراتك حلوين بعد ما تقصهم. اوكي. انا عندي فكرة كثير حلوة رح تشجع، حاعطيك الماكينة انت تقص اول شيء شوي، موافق؟ اوكي. خلص جرب، حاعطيك الماكينة انت تقص اول شيء. هلا صار جاهزين نقص اول وحدة، بس انا شفتك قديش الطول، تعال نحطها على هذا الطول بس كان هيك. يلا نسي وقص هدول يعمل جن هيك ماشي. كثير تغير شكله يا جماعه، لسه ما خلصنا القصه وكثير تغير شكل حسون، يعني حتى انا حاسس ان الموديل حيطلع كثير غير شكل وكثير حيطلع الموديل حلو. بس تعال تعال احكي لي شو؟ شو طلع معك؟ حلو ايه. عجبوه؟ اها. لسه ما خلصنا كمان، لسه باقي شيء، هدول اللي فوق نظبطهم بعدين بكون الموديل خلص. حسوني هلا بس اللي باقي لنا نقصص لك هدول اللي فوق وبعدين بصير الشكل النهائي وبنطلع بنغير لبسنا ومدينا ماما وليا يرجعوا يشوفونا ماشي؟ شوفوا هلا خلص طلع حلقة على حسون،
شوفوا هاي الجريمة كلها أدواتها لساتها هون، لسه ما نظفت شيء. الفكرة إني أنا نقيت له الحصون كمان مشان يغير ثيابه يلبسها واعي حلوين، طلعت له واعي حلوين من عنده مشان يلبسهم. وهلا اللي بدي أعمله حضرته بأن البيت شوي لبين ما هو يخلص لبس، وبعدين بدي أعمل له اللمسة النهائية لشعره. في فكرة تانية إني أنا حتى لحصون لسه ما ورجيته شعراته، حصون كان رافض الفكرة كتير، ما بدي أقص شعراته، هو فرحان عم يطولون. فأنا بصراحة اللي خايف منه أكتر من ردة فعل يارا وليا، أنا خايف من ردة فعل حصون وقت يشوف شعراته هيك. فهلا بس لينزل رح اعمل له اللمسه الاخيره لشعراته، وطلعوا خليه يشوف حاله على المرايه، وبعدين اتصل بيارا وليا مشان يرجعوا وكمان شوف ردة فعلهم على شعرات حصون الجدد. يلا يا جماعة جاهزين تشوفوا ستايل حصون الجديد؟ 1 2 3 يلا حصون جاهز تشوف حالك؟ جاهز. انا حاسة كتير متحمس تشوف الموديل الجديد. على فكرة حصون صلى شوي هو عامل لي بدي اشوف بابا بدي اشوف، انا ما خليته يشوف لهلا بس شاب. واو يا حصون، واو كثير كثير حلوين. جاهز؟ جاهز. انا انت ما فيك تشوف حالك على الشاشة، انا مقرب الشاشة لساني ارجع الشاشة لورا. يلا حصون جاهز تشوف حالك؟ جاهز. يلا تعا 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 تعا. استنى استنى، غمض غمض عينك، غمض عينك، مغمض غمض 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 غمض، لا تطلع غمض غمض. هي صرت هلا قدام المراية. 1 ثانية وين هذا؟ 1 2 3 والله حاسس حالي مثل القديم انا. حلو يعني ايه؟ عجبوك؟ اه بس عن جد بدون كذب عجبوك؟ يعني كذب حبهم اطول مش يعني ايه يعني حلوين. حبيتهم؟ طلعي طلعي طلعي. طب شو قلت لك ماما ولا يحبوا؟ ما بعرف. لا بس عنجد حبيتهم ولا لا؟ انا حاسة عينك بلش يدمعوا. ليش؟ لك لا انا حبيتهم بس هدولي. ما حبيت هدول؟ هدول كانوا لازم يطفلوا. يا بابا هلا شو تاني بيرجعوا بصيروا طوال؟ بس طلع لي عنجد حبيتهم؟ اه. طيب ليش عينك مدمعين؟ لا تسأل، لا لا من حلو. زمان لا حلوين معلش معلش. تعال 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 تعال. هو بيرجع بيطولوا لا تزعل. ماني زعلان. بيرجع بيطولوا. انتوا اكتبوا لنا كمان بالكومنتات لحسون قديش حلوين طلعوا شعراته. والله بابا كثير طلعوا حلوين. احلى بكثير مما كانوا، لا تزعل. طلعوا كثير حلوين، بيرجعوا بيطولوا، شوي ثاني بيرجعوا بيطولوا، ايه؟ ايه لا تزعل. يلا ندق لها ماما وليا مشان يرجعوا؟ ايه يلا. يلا تعال ندق. حسون بابا وصلوا ماما وليا، بس خليك متخبي انت هون مشان تفوتوا ما يشوفوك، ايه؟ ايه, 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 ايه فوتوا فوتوا فوتوا، تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، انت جيتي؟ اهلا انت جيتي بابا؟ وين المفاجأة طيب؟ يعني مفاجأة؟ انت عرفت اي مفاجأة؟ حذري. دوري شو في، ممكن تكون هونيك ما بعرف، ممكن تكون هونيك. دوري هونيك بهذيك الاماكن. يعني انت حاطط كل الكاميرات والرينج لايت وكله هونيك؟ والله مزبوط انا حاطط الكاميرات هون والقصص، بس تعي تعي لهون شوي، فوتي لهون فوتي لهون، خذي ليها معك خذي للوش بابا للوش، فوتي على ماما فوتي على ماما. ليش المفاجأة لي ولا لا؟ الكون انت التنتين، الكون لازم تفاجئوا. يلا حسون لا حطيها حطيها قدامك، حطيها قدامك. تعي تعي حطيها قدامك حسون. غمض عيونكم شوي. ليش عم تغمض عيونك؟ صحيح ما فيها كثير صعب. خلص خلص فتحي فتحي، ما بدها ما بدها. حسون يلا تعال. جاهز؟ جاهز. 1 2 3 تعال حسون. واو والله كثير حلوين. واو شو حلوين. حلو نعيمة. حتى ليا واو ليلى. واو ليلى ليلى. واو شوفي شو حلو حسون. عرفتي انت لحسون؟ لك مين ها؟ ارجيني ارجيني وشك. والله حاسه متفاجئه، انا حاسه ليا متفاجئه. والله كثير حلوين. عرفتي وينو حسون؟ وينو حسون؟ بس ليا قليلي. عليا يا رأي قليلي، حبيتيهم عن جد؟ كثير كثير حلوين كثير. والله؟ بس يعني انا قصيت لليا مت انت قلت قصيت لحسون؟ ايه انا قلتك دغري، رحت عملت له شعارات لحسون، عملت له ستايل جديد 180 درجة، شو رأيك فيه؟ واو كثير كثير حلوين كثير لحسون. والله عن جد حبيتهم؟ احلى بكثير هيك. ارجيني حسون؟ واو واو والله عن جد حلوين، انت حبيتهم؟ حلوين. بس هدول كان
كورات طول شوي بس هدو بيطولوا شوفي ليش عم طلع عليه من ورا ليه عم طلع بابا انت شو ما يعرف انت لحسون بابا بس عن جد كثير حلوين كثير حبيناهم حتى انت يا رصحيه كثير 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 حلوين وهلا هن كلهم حيكتبوا لك بالتعليقات قديش حلوين شعرات حسون طلعوا اوكي اكيد 10 من 10 يا سلام والمهم يا جماعة المهم يا جماعة بعدنا يعني يا رأك للضربة هيك بلاش هذا كان كل شيء الفيديو اليوم إذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة عشان عائلتنا تكبر زحبيتونا حطونا لايك كومنت شير وسبسكرايب باي 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 ليا باي لينا بابا باي باي باي